بقولك ايه، ما تيجي تنام جنب احسن، وبالمره تبقى حجه، ابني عمر هنا ومش هينفع اسيبه لوحده وكده يعني، وبالمره ابقى خلعتك بالشياكه. صوتي صوتي بقى، خلي عندك شويه كرامه اكتر. اديني قديمه يا حلو، بأمارة الدكتور حمدي صديق العيله. يا ابن الكلب يا واطي. ايه يا سلمى، ايه يا حبيبتي؟ وبعدين ما انت غلطانه برضو، الولد عنده حق، مش كل حاجه طلاق طلاق طلاق. ايه اللي بقى في بقك دلوقتي؟ بقيت غلطانه يا انكل؟ ده انا مش عارفه اخد نفسي من البنت دي للبنت دي لشغل البيت لمشاكل الاستاذ، وفي الاخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المرايه. الله عنده حق. ايه قصدي؟ جاتو شك في عين ابوه. شفتي كلمه الحق ظهرت الاول؟ كلمه اتقالت في ساعه شيطان مش حاجه يعني يا سلمى. ده انا حاجتين يا انكل بكلمه فيهم بقالي سنه وهو مطنش. اول حاجه ان احنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجه ايه بقى؟ لا بص بقى، انا عايزه افهمك حاجه يا اسماء. ايه ايه اسمك ايه انت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها؟ ما طبعا، ما هو من اللي بشوفه في عشتي معاك كده بالكرش ده. شفوتي شفوتي شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ عشان يعكس في الستات والطالعه والنازله، ولما امسك انا موبايلي وافتش فيه يقول لي لا طبعا ما تمسكيش موبايلي، وهو يمسك موبايلي عادي جدا، صح؟ اه صح، ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل. الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي، الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه؟ كوبايه ملزقه. معلش، ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل، بنات ولا عارف يتعامل معاهم، دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي. مش زودتها، ده انت تخنتها. محدش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي، انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزم البيت ورجله فوق رقبته، اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي، انت ما تزعليش. ها؟ حاضر يا انكل. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر تاني؟ انت تاني؟ عمرك شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله. انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده، ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا، ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وغير. يلا يا صالح. حلوه البصه دي، خش على المشهد الغرامي. ايه خلاص خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص ماشي تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسة. ايه بتبصيلي ليه؟ هتروح؟ بتقولك انت. بتقولي انا؟ نفسي مرة مرة اروح اجيب البنات من المدرسة الاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده انا يا دي افهم بقى، افهم، ميبقاش مخك تخين. علاقة الراجل بالست في الحياة عاملة بالظبط زي الدكتور وعلاقته مع شغله. وهو صغير زيك كده بيبقى ممارس عام، يكبر شويه يبقى اخصائي، اما لما بيوصل لسننا فبيبقى استشاري. ليه انت واطيه؟ صدق ان انت اوطى. روح روح يا ليلى، روح يا ملك، روح سلموا على طنط وبوسوها، بوسوها من بقها، وهاتوا لي رقمها يا ريت. سلمى. ايه ده؟ هاي هاي جيف، ازيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله اشتقت لك. انا اكتر والله. سوري يا جماعه ما عرفتكوش. جيف على فكره كان مستر لابنن. والله اميره مريم روداينا و المدام سلمى. وين اختفيتي من وقت المسابقه؟ عن جد لو ما انت وقت لقيتي لي الحاجات كانت راحت علي. ما قدرت اقول لك ميرسي، بس عن جد هلا بقول لك ميرسي ميرسي كثير. كمان يا جيف اتس اوكي، ميرسي. عن جد انا مضطر امشي، عن جد فرصه سعيده، وعن جد ميرسي. احكيني. اوكي باي. حاضر. ياه سبحان الله، شبه احمد خطيبي بالظبط. يا سلام سلمى. ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ انت فين؟ ايه انا موجوده بقالي كتير، ولا بشوفك ولا بتتصلي ولا بسمع صوتك خالص. معلش معلش والله غصب عني. لا زعلان منك بقى.
مش هتعرفينا؟ سوري. محمد حجازي يا جماعه مدرب بتاعي، واميره انتمي. اهلا اميره. مريم روداينا صحابي وكده يعني. وكده ازاي يعني بالنسبه لجوزي اللي اتمنتجت دي؟ لا بس انا عاوز اقول لك حاجه، انت لازم تبتدي ترجعي تلعبي تنس تاني عشان انت بصي تخنتي قوي. ايه يا ابني انت سكران ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انا المدرب بتاعها. انا المدرب بتاعها. في ايه ده؟ مدرب ايه؟ زي اختي. زي اختي. حط ايدك عليها ليه؟ زي اختي. في ايه؟ زي اختي. في ايه؟ ده مغور بقى. بس على فكره انت مليتي قوي يا ابني. ولا خد يلا. اقف يا ويس. ممكن خلاص بقى يا عمر. خلاص ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يحط ايده عليك بتاع ايه؟ ده غير عادي لحد لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا ايديهم ما يشاوروا كده وخلاص. ده غير عادي لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا ايديهم ما يشاوروا كده وخلاص. عارف يا عمر اكتر حاجه بحبها في احساسك ايه؟ انك بتاخدني في حضنك بعد اي لحظه حلوه بينا، مش زي بقيه الرجاله يتقلبوا كده ويدوا ظهرهم لمراتاتهم. انت بقى اكتر حاجه بتحبها فيا ايه؟ عمر. 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 ايه دي عبيطه؟ ايه دي؟ في ايه؟ في ايه؟ انت متصدقي كده؟ انا بقى بحب فيك كل حاجه، بموت في كل حاجه فيك، عشان انتي احلى ماما واحلى ماما ربنا خلقها. بموت فيك يا زلومه. بس ما بحبش كلمه عندي ظروف دي. سلمى. سلمى استعبطي حركات. انا دي يا بنت عيب. سلمى نمت بجد؟ زي القمر وانت نايمة بتبقي شبه الملائكة. يا حلاوتك وانت بتطبخ ومسيطر كده. يا حلاوتك يا ابيض يا ابيض يا عرسي. ايه القمر ده؟ وحشتيني. ده اعتبر ان دي وانا كمان. تصدق انت فايق ورايق. انا بعمر ناولني اللي من هناك. النبي وال هناك فين بالظبط؟ قومي افتحي الباب. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ابيض؟ ازيك يا عرس يا كبير انت؟ ازيك يا عم اللماضه؟ ازيك يا سلمى؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ دي حته من العيال كبرت مش كده؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه. جاموسه راحت تقابل جاموسه. يا عيني ملقتهاش جاموسه يا ليلي، لا تبقرى يا عيني. ولا لا 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 لا. ايه القرف ده؟ وايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله لمراتك ده؟ جاموسه ايه وبقره ايه؟ وايه اللبس اللي انت ملبسه لهم ده؟ انا داخل انام جاتك القرف. شفت؟ ايه يا سلومه يا حبيبتي؟ مالك بقيتي كشريه ليه؟ بنضحك معاك يا بنت. يا بنت. يا بنت. وبعدين اللي انت لابسه على طول ده؟ نفسي اشوف شعرك يا حبيبتي. في ايه يعني؟ ده انا زي جوزك يعني. يا اخي انا مش فاهمه، انت ليه ما طلعتش زي ابوك؟ رزين وعاقل كده. برنس. برنس. بتضحك علينا؟ بتضحك علينا؟ ايه؟ لقيتها مريحة الصراحة. وبالمناسبة طلعت يا محلى جو.
شمس الشام وزين يلا بنا نملا ونحلم لبن الجاموسي لبن الجاموسي لبن الجاموسي. ايه ده؟ انت بتشخط فيا؟ مش لاعب. خدني معاك. انا مخنوق من الست اللي بره دي، حاسس ان انا متجوز خالتي نبويه. عمر حبيبه قلبي جايلك. اعمل ايه بس؟ اعرف عليها واحده؟ ما هي دي سكه اللي زيك، اللي ما عندهمش شخصيه وبيستسهلوا فيهربوا من مشاكلهم مع واحده ست تانيه تلبس معاهم في حيطه اكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبه لك انت صغيره، لكن بالنسبه لهم تبقى مصيبه لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم، بالساعه والثانيه. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. عم حامد بعمل ايه بس؟ محتويها. افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا اخي خدني قدوه، مثل اعلى تحتذي بيه. اتعلم الرومانسيه من ابوك يا اخي. الو ايوه يا نهله، عايزه ايه؟ بقالك ساعه نازله تن 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 تن. ايه؟ مش عايز اتكلم مع الواد كلمتين؟ نعم، عايزه ايه؟ اه فالنتاين؟ فالنتاين ده ايه يا روح النونه؟ انا مش بتاع فالنتاين. لا 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 لا، انا ما بحبش الحاجات دي. دباديب؟ لا يا حبيبتي انا مش بتاع دباديب، ولو مديت ايدك على التليفون هقطعها لك. سلام. فهمت يا عمر؟ وصل وصل. سوري بجد يا عمر اللي اتاخرت النهارده، وبعدين كان في شويه حاجات كده في الشغل عايز اسالك فيها، بس خايفه ان يكون هعطلك. الحقيقه هتعطليني. اه اتفضلي اطلعي بره. نعم. تصدقتي ولا ايه؟ على فكره انا صايع جدا، ما وريش اي حاجه. سوري. ممكن ارد على التليفون؟ اتفضلي. لحظة واحدة بس. ألو؟ أيوة يا بنت. عملتي إيه؟ ما عملتش حاجة. لازم تعملي زي ما أنا قلتلك، جمعي كل أصحابه وعملي له حفلة عيد ميلاده. بس عيد ميلاده مش النهاردة يا بنتي. ما أنا عارفة إنه مش النهاردة، أنتي خليه النهاردة. طيب أعمل كده. وبعدين ما جيتيش امبارح ليه يا نادلة؟ أصل عندي ظروف. طب بصي هبقى اكلمك انا بعدين. ها كلميني ضروري. اوكي اوكي باي باي. طب يا كارما عندك السكرتاريه لو احتجت اي حاجه اساليهم، انا مضطر امشي بقى، وبعدين مش هقدر اشوف القمر ده كل يوم كده بالمنظر ده. طب ماشي ليه بقى؟ معلش عندي ظروف. السلام عليكم. في ايه يا عبر؟ بالك الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. حتى انت عم حمد اللي جابك هنا؟ عم حامد كنت بخير. انبوبه يا بيه. انبوبه ايه؟ طب اتكل. شك شك مرزوقه تعالي جنب، شك شك مرزوقه تعالي جنب، تعالي جنب تعالي جنب تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. حشتني قوي يا حبيبي. ده احنا باين ليلتنا عنب ان شاء الله، بس ما تقطعيش، عايزك تسلمي لي نفسك على الاخر. استسلمي، هتلاقي معاكي في الاوضه دي مروحه مروحه مروحه. الاوضه هيبقى عليها وطيها، ويمنها هيبقى شمالها. مروحه عارفه يعني ايه مروحه؟ فريره. صعبان عليا قوي من اللي هتشوفيه. اطفي النور بقى. راحة يا رشدي. يا رشدي بالراحه على نفسك. فضلت اقول لها مروحه مروحه لحد ما بقيت مطروحه. فضلت اقول لها مروحه مروحه لحد ما بقيت مطروحه.
معلش يا بابا، ما عملت تقول لي انا الاسد وانا المهلك وطلعي ورقه وقلم وهرينا حسابات بقالك 7 سنين. ايه يا عم انت عجزت ولا ايه؟ قوم بقى، قوم يا عم الاسد بقى، في ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا 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 يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك تنسى بقى موضوع المروحه ده، وعايزك ترجع زي زمان تكييف. رشدي، لاخر مره بسالك، انت واخد فياجرا ولا حاجه زيها؟ ها، في الحقيقه ابدا يا دكتور، وانا بتاع الكلام ده برضو. طب ده انا حتى في الموضوع ده بالذات مسميني